نرتبط جميعاً بذكريات موسيقية خاصة، والكثير من الناس بيننا خصوصاً من عاش في عقد السبعينات وما قبلها لا يزالون يحنون للاستماع إلى مقطوعاتهم الموسيقية المفضلة عبر جهاز الفونوغراف، الذي يعتبر نقطة الانطلاق لثورة جديدة في علم التوثيق والصوتيات. وأول عرض بعد نجاح التجربة كان في 6 ديسمبر عام 1877. الفونوغراف أو جرامافون أو الحاكي هو أول جهاز استخدم لتسجيل واستعادة الصوت، اخترعه الأمريكي توماس إديسون في عام 1877. وكلمة الفونوغراف مشتقة من اليونانية وتعني الصوت والكتابة. الفونوغراف أول جهاز يسجل صوت المتكلم ويعيد سماعه، وهي نوعان، فالنوع الأول يعتمد على نظام مختلف لتسجيل الصوت وبثه، ويعمل الطراز الأقدم والأكثر شيوعاً من الفونوغرافات بطريقة التسجيل التماثلي، حيث يتم تحويل هذه الاهتزازات إلى إشارات كهربائية يمكن تحويلها مرة أخرى إلى صوت بواسطة مكبرات صوت. أما النوع الثاني فيعتمد على تسجيلات أنتجت بطريقة التسجيل الضوئي الرقمي، وتعرف عادة بالأقراص المدمجة، وفيها تخزن معلومات الصوت بشفرة رقمية. جهاز الفونوغراف كان الأكثر شيوعاً للتسجيلات الصوتية خلال القرن العشرين، ورغم حلول التسجيل الرقمي مكانه بدءاً من الثمانينات إلى أنه لا يزال ينتج ويستخدم كتحف فاخرة. شكرا للزميلة أمل الرئيسي على هذه الفقرة المميزة، فقرة أبيض وأسود. اليوم من خلال هذه الفقرة تعرفنا معاكم مشاهدينا على جهاز الفونوغراف الذي يعتبر أول جهاز لتسجيل الصوت، وطبعا شفنا لهذا الجهاز أنواع كثيرة، وهي كلمة يونانية الفونوغراف مشتقة من اليونان وتعني الصوت والكتابة كذلك. إلى هنا ومن الفونوغراف وصلنا لختام حلقتنا وفقراتنا لهذا الصباح، نشوفكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وضيوف بعد مميزين، ومع السلامة. مشاهدينا وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة. بذكر نفس ما قالت أمل من البشتختة، اسمها البشتختة ترى. وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة لهذا الصباح، أتمنى يا رب كنا ضيوف خفاف عليكم، استفدتوا واستمتعتوا معنا، وتابعونا إن شاء الله غدا في نفس التوقيت بمواضيع جديدة وضيوف كذلك مميزين. أترككم بحفظ الله ورعايته ويومكم سعيد، مع السلامة.